بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. أحبابي أصدقائي في متابعيني على قناة تصميم جوهرات، القناة التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله. نحن نبتدي الدرس هلا. درسنا مثل ما قلنا على برنامج الرينو 06 أو رينو 06، هذا أحدث نسخة. اليوم بيكون درسنا شوي مختلف، يعني عن الخواتم مشان نكسر الروتين. رح نعمل حلاق، ما حطول كمان، لانه بصراحه الدروس هي كثيره وفي بعض العالم تنزعج انه طويل الدرس. انا برجع بقول لكم التصميم بده صبر، لانه التصميم انا عندي كل تصميم بضل ساعتين وثلاثه، لانه هذا تصميم مانه. مشان هيك رح اخفف لكم شوي شوي. اليوم درسنا بدي عباره عن ثلاث خيارات من الخيارات الموجوده هون قدامنا، بتشكلنا حلق او حلاق، ويعني بامكانه هالخيارات كمان يعني استعملوا الاشياء. رح تبتدي مباشره، رح نجي على الخيار هون، وعباره عن دوائر. نختار هالدائره، هالدائره نحط، نفتح الفرونتال، بنحط صفر، نيجي لهون نضغط عليها، كبرها شوي قد ما بدكم تكبروها، طبعا نضغط الفرونتال تمام. كمان صار عندنا الدائره. مباشرة رح نيجي على خيار تنبيه ترانسفورمر، نضغط على خيار، نرجع على ريتوركار او تويست بالانجليزي، ضغطنا عليه. رح افرجيكم على الاربع اقسام الشاشة، ضغطنا عليه علمنا الدائرة، ضغطنا بالزر اليميني بيطلع لنا مثل اشارة، بنضغط هون بداية ونهاية، بنطلع لفوق على سوبريور وبندير الدائرة 360 درجة. شوفوا، واحد اثنين ثلاثة، محل نرجع ونضغط هون، صار معنا هالشكل. هذا الشكل رح نعمله حلق. هلا نحن رح ننفخه مباشرة، رح نيجي على خيار بيب. بس قبل ما نجي على خيار بيب، هذا الخيار هذا بدنا نيجي على خيار مشان يعني يكون بشكل شوي شكل جميل. يعني مشان هيك رح نروح هون بنحط، بنعلمه نضغط على الزر اليمين بيطلع لنا سهم، هالسهم هذا بنطلعه لفوق مشان يطلع من فوق كبير ومن تحت، من فوق صغير ومن تحت كبير، يعني يطلع شكله مناسب. فهلا فينا نجي على خيار بيب او خيار توبيريا، ضغطنا عليه، ضغطنا على هون بيطلع. شوفوا هلا المفروض نحط واحد، ننزل هلا لتحت، نحط نفرض أربعة، نكبر دائما ما بدنا، مثلا نفرض هيك، نضغط أصار عندنا الشكل هذا. هذا الحلقة اللي بدنا نشتغل عليه، فرجيكم إياه. هلا نيجي لهون، هلا بنعمل الحلقة اللي له، الحلقة للحلقة اللي بنحطه هون. نيجي على الخيار كمان، هذا الخيار تشامبر أو تريد، نضغط عليه عشان نحط على النص، نرجع الفرونتال، هي صارت. خلينا شوي نكبرها ونحط على النص تقريبا، هلا هي كبيرة رح نصغرها. برجع بالكم الكامبو، هذا الخيار رائع جدا، خلينا نتحكم بالشكل كيف ما بدنا بعدة اتجاهات وبدرجات معينة. ماشي، مثل ما شايفين صار هلا عنا الدائرة ما ظابطة، رح نرجع خليها تكون بشكل ممتاز أكثر. رح نتأكد إذا حاكمة على النص، نيجي لهون، هي بتخلينا على النص تمام. هلا نرفع شوي صغيرة تمام، لسه شوي تمام. خلينا نشوف شغلنا هون، شغل مضبوط ولا لا؟ طبعا هلا كله تمام. خلينا نقدمها شوي صغيرة، هلا بدنا نرسم مثل بسمار ليلى، وكمان رح ننفخه
الملح ننفخه، بعدين شوي نتحكم فيه شوي نصغره. نيجي نفس الخيار البيب هذا او التوبريا، نحط عليه، نيجي على الدايموميتر المفروض حطينا واحد تحت، حطينا كمان نفس الشيء بيكون على شكل هذا كبير ما بدنا اياه، بدنا شكل اصغر. نحط 0.1 انتر، 0.1 انتر. كمان رح نرجع نكبر شوي، 0.2 انتر، 0.2 انتر، هذا مقبول. هلا بنرجع بنعملها نسخه لهالدائره مشان نحطها هون. نيجي على خيار كوبيا موجود هون، بتمنى يعني لا تنسونا دائما بالاشتراكات والتعليقات، احنا بانتظار بهمنا تعليقاتكم، لان انتم برجع لكم برصيدنا، وتوزعوا الفيديوهات لاكبر عدد من احبابنا في سوريا وبالوطن العربي حتى شوي يستفادوا من هالمجال هذا. الله يبارك فيكم، ان شاء الله دائما نضل نحن على تواصل. رح نجمعه هلا، تأكد على شغلنا مضبوط ولا لا. تمام، شوي صغيرة مثل ما شايفين صار عنا. هلا او قراط بيقولوا، قرط باللغة العربية. تمام، رح نجمعهم، رح نعمله نسخة ثانية للطرف الثاني. مثل ما شايفين صار عنا، بتمنى ينال اعجابكم، برجع بقول لكم لا تنسونا بالمشاركة والاشتراكات والتعليقات واللايكات، وان شاء الله الحلقات القادمة بده يكون عنا اشياء جميلة وجديدة، ورح يكون في حلقة من نعمل نقل مباشر او ما نقل تصوير فيديو لماركات في برشلونة باسبانيا، برشلونة احسن ماركات مثل ماركة شانيل للمجوهرات وغيرها وغيراتها. أتمنى ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الحلقة.